بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكتابك أساسيات في تربية الإسلامية درسي التضبات وحين وصل دم بيسي شروط لا إله إلا الله هي أركان لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله وحي هي التضبة العلم إنه قفك أقول ويشه اليقين إنه سد بقلبك وقرميه الصدق إنه يعني رميه عرب كنا مارتي كرميه كقدر واقه الإخلاص إلهي درتي مارتي إنه حبل وذاتي لا إله إلا الله وشرك إسكيل عليه اليه الإنقياد إنه مارتي أوه جنسه لا إله إلا الله حفرسه القبول إنه أقبله إيه إنه مركع كوجال وبوحي لا إله إلا الله كهر إيماني أركان تيدون الله بهاد أركانها إثنان وهما النفي والإثبات أركان لا إله إلا الله والله وسجتان يديدمو مركب كوباد وحل الديدة يا إلهي وحي كسكية إني باطلين بالقرية وأنا عبادة حق اللهين لا إله إلا معبود بحق من حق لوحة بذا مجرو إلا الله الله حق أمويان مركب قيب تهروا النفي وأه وحي إلهي كسكية عبادة اللو ديدو قيب تلبادنا وأقولان شو عبادة إلهي الله سجيو سهاشة مركب كوحك تحويه ما أعظم ما أمر الله به يعني محا أقوين وحي إلهينا أمري أعظم ما شيء أقوين أمر الله به علينا أمري التوحيد والتوحيدك إلهي وحينا فري وإن أقوى أجبه وحا أقوين والتوحيدك الرسول كان عليه الصلاة والسلام مركي إلهي أصدري وهذا قارها القسوة دجي وأنذر عشيرتك الأقربين قرابة ذاك حكت أدك مركي ليلي رسولك عليه الصلاة والسلام وحو فولي بورتا إن جبل الصفا بورتا الصفا أيو فولي مركز قبائل كعربات وقيلية أو دواقي قبيل وقياري مركز إسوي مادين وصوكل من باوحي أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وارضديه لا إله إلا الله دها واللي باني ساني مركز كلمة توحيدك وكلمة درتيد إلهي وركي يدولك وأبوري ورسوش الله صدري ولا إله إلا الله رسولك محمد عليه الصلاة والسلام أنا جاي رسولي يقولي وحن مدانه يعني وح أقول خير بدن أو أقول فضل بدن لا إله إلا الله سأدرت القفقة إنه بديه لا إله إلا الله لا إله إلا الله كوع العليو أو مارتي شروط هذا أبرتو أركان هذا أبرتو عبادة إله أجرياله وح إله كسكية إن بعض اللي وآمنوا وكفوا جادو أي الله بهي مرك marka sheega ugu horeeyay oo ilaahayna amray fa'lam oo rasuulkana la amray cali sallallahu alayhi wasallam inuu barto wala ilaaha illallah weeyan waa waajib marka in aad ilaahay barato kalmadda tawxiidka barato maartay shirkiga iyo aad ka fogaato marka waxa ilaahay ina faray waxa ugu weyn waa tawxiidka la ma'buda midla aabuda min rabbi haqqan wa haqqan lagu aabudo illa allah wala haqqa amuyan ما التوحيد مركا توحيد هو محل هو يسوي إفراد الله وإله إلا وقاري له بما شيء يختص به وقار ليه من الربوبية رب النمضة والألوهية عبادة والأسماء مقعيدة والصفات تلمامها توحيد حويا رب سبحانه وتعالى إن لك ليه له ولا قاري له ولو كليه له ولو قاري له وحو قال لقارك ليه وهو محي رب النمضة يعني إلهي إساقا ضدك أبو رأي مخلوقاتك إساقا الدلية إساقا النولينية إساقا إرساقية إساقا بربارينية إساقا كورينية عذري عافمات بإساقا كينا ليبيا داف بإساقا عانتكو هيا إساقا ما مولايا رب النمضة إن لو قاريا إساقا الدومديس إسكاله إساقا بغرؤة إساقا أطاليني ربي ويان سواء إرساقية والألوهية هو عبادة عبادة هذه هي عبادة قلبية عبادة وقلبك كده عيسى سيدة ده إيمان كي إيو توكل كي إيو الله كعبسي إيو عبادة قلبك إلهي نادو قريش عبادة حبنا أكسم إن إسان إلهي نادو قريش تنا عربك كده واقسنا أد إلهي قريش يعني فعل إيا قول إيا اعتقاد انت باوع عباده انت بين ادلهي ادكو غاريه شو صلاتي هديتهي صومكي هديتهي بريدي اد بريسي هديتهي مغنغلكي اد مغنغليسي هديتهي
قوري حوالها قلي سيهديتها إلهي درتي نادو قشو دارتي دارن سيلا دلاه كل دارته بتكلي عن كل دارن مخلوقة مركا قوري الصلاة دي يتوكل كي الدعاء دي كالمويديسي يعني عبادة النوعين دي وفر بذيهن سادرت يدوين عبادة الرب اللو قاريالو قيمت الصدحات نوامحي ما قاعد إلهي إنا دو قاريشو يتلماميس إلهي هو الرحمن والرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الغفار القهار يعني ما قاعد إلهي إنا دو قاريشو تلمامها لأن إنا دو قاريشو دي مقعيضة علينا تبرتو ومعنيه إمارتي أتكو عمل فشو وأد رميسو وأد إلهي كبر رضو وعباده ويان مركا مقعيضة إلهي إنا دو قاريشو تلمامه ربي إنا دو قاريشو ومخلوقات كان آذن كشبهن تلمامه إلهي إنا آذن ديدن وآذن إنكرن مركا توحيد كوا كاسوي هو إفراد الله إله إن لو قاريالو عز وجل الله عزيز كوين بما يختص به وحي أقار ليه ومن الربوبية رب النمذ أدو قاريش والألوهية عبادة أدو قاريش إله النمذ إلا إله يعني هو مثل عابد إله حق بالغو عابد وحي كسو كيان وباطل والأسماء والصفات ما يضي التلمامان إن أدو إله أقاريش والرسول كان عليه الصلاة والسلام مركي اللي صادري كعبادة واحد تالي صدح بغلو اللي حدث سنم ايه تالي حرم هدنا نمو سنم قارة قرقي سؤيا لي مركا مركا سا رسول كحيري عليه الصلاة والسلام وريلهي كلقي عابدة اللي هدين عبوري او هدين ارساق وعافمات كيدين سي ونوت قليد كيدين سي وقوت كيدين سي ومارتي حرم كيدين دتشي وربي هنا عابدة ربي قاسا نبي أدف بدينا هي الله عابدة قاسا محيدة أجعل الآلهة إله واحدة إله يدي عدن محاك سورة بتهل إله أرن قاسا وأرن لياب لبيدين منك سادرت إن قولك استوحي عابدة يا إله أي كده قد تمرك لكن إله أم بحق وحي إله كسوك يلا عابدة وباطل ويان مرك توحيد الربوبي مرك إن كم قسما للتوحيد ما قيبات بوقي بسماء التوحيد كمر وما هي محك ليهن للتوحيد التوحيد كأقسام قيبة يولي ثلاثة وصدحة وهي صدحة سحوي توحيد إن ألا لو قاري يلو الربوبية رب النمضة توحيد الربوبية إله إن رب النمضة لو قاري يلو كو كلابات توحيد الألوهية إلهي إن عبادة الله قاريه إله نمذ كصدحات توحيد الأسماء والصفات إله تلماميس إيا مقعيدس الله قاريه مركا مركا لليهي توحيد كوا صدح قيبوت ماها إلا ليه صدح إله باتره أما صدح ربي باتره ماها إوامحي صدح ذنب إله بإسكال إله إساقا ربي إساقا بغر إساقا وح أبورا سيغا واحد دلاء سيغا واحد نولاية سيغا واحد بربارية سيغا واحد إرساقة سيغا كتا صرفة يا نبي داف بسيغا كيني عذري عفمات بسيغا كيني أباري الرب بسيغا كيني ربي واكاس ويين هدنا ربي سيغا عبادة حق أله كلي سيغا عبادة إسكال هدنا إلهي وحولي مقع يؤية تلمامه سيغاشن يسيغال مقع يسيغاشن يسيغال سفؤ يا ربي لي هذي مركّل الله إلهي وحولين سجاشن سجال مجا قفك ما موحورنا يا سجاشن سجال إله بالله شاقي خالد ويا دوسارهم سجاشن سجال إله لما شيء جنه إلهي كل جيس بوحوليه مجايب بدن مجايدي سلوجر يلي إلهي بوحوليه صفات بدن صفات كيس سلوجر يلي إلهي سجال ربي وخالق ولوجر يلي أفعاش يس يا رب النمذ يس يا لوجر يلي marka dadka qaar wax laga yaabo inay ka dhaadhacdo ay dhahan saddex ilaah waa la sheegay maya saas ma ilaah subhanahu wa ta'ala quluu barbanaas waxa uu sheegay qul dehne muhammadu alayhi salatu wasalam
أعوذ وحن مجن جليا برب الناس ربي قدتك بربارية وإرساقية وأبورتي ومالك وبقرك إسكال وكتصرفية ملك الناس بقرك دتك الله دتك ملكي ودتك قلت لنا يا بقرك وده الله حسن مجن جليا إله الناس إله حق اللي قول عبده يعني مجن جليا مركا يعني صدح ذن مركا قرآنك الراع الراعي واستقراء الوسمي يتطبع حديثة للراع الراعي صدح ذاهم بين قنس إن إلهي رب النمذي سلوه قاري يلو إلهي مقاعدة سيت المامي سلوه قاري يلو إلهي أولاد الله قاري يلو ساسويا تسال أهان تسال أي رب بسيطة دان تلمان يعني قفك سوى شخصيا باوح لغيه باوح ليه دكان حوليه بر حوليه جل حوليه أري حوليه بابور حوليه ديارة حوليه مركب يعني طبعاً شيء مركب قف كي يشوا هذا قف كهذا يسكر هذا يعد ده هبل وا طبعاً قف عقل ما هذا صورة قلما هبل وا هل قف لكن أنت صور شيء ويا لنكرة هذا هل لنا ما أفر حاصل وجو بني حاس كان هذا قبى كان هذا قبى كان ما أفر قف بعدها مركب معني هذا وفهم خلدهم ويان تدك قارب مركب تدك حكى عد عيان صدق إله ولا شيء ورصدق إله اللي مش يجين إله هو كله سبحانه وتعالى إله بعد هذا سوق قاريل إلهي مقعيد سي تلمامي سوء قاريال إلهي الرب النمدي سوء قاريال أفعاشي سوء قاريال ما توحيد الربوبية توحيد الربوبية محوية توحيد كالرب النمدي إن لو قاريال هو يسوء إفراد الله إلهي إن لو قاريالوي بالعبادة عبادة ها ما توحيد الربوبية توحيد كالرب النمدي وامحي هو يسوء هو إفراد الله إلهي إن لو قاريالو عز الله عزيزك وجل الله وين بالخلق أبو رست إلهي وكل جوح أبو ري أبو رست إن لو قاريلو والملك بقر نمذا يلا هنشها إن لو قاريلو والتدبيري ما ملكنا إن لو قاريلو إلهي سجاكو ما ملي شيء والبا إلهي بقى فودي سهية إلهي بقى رموت كوهية إلهي بقى هجية ها والدعوين كرسولك وحكم ذها عليه الصلاة والسلام إلهي شيء والبعض فودي سهيسو شركي سان كان منقلي مركا ربي محادو قاري يلسا بالخلق أبو رست مخلوقات كوردن ربي با أبو ري والملك ملك بغرتويد لها شاه إلهي با إسكالي والتدبير ما ملكنا إلهي با إسكالي وتوحيد الربوبية ما توحيد الألوهية توحيد الألوهية محوية توحيد كعبادة هو إساق حوي إفراد الله إلهي لو قاريالو بالعبادة عبادة توحيد الألوهية نوحوي إلهي ناد عبادة وقارياشو كلغي عابدو كلغي صلاة وتكتو كلغي أسونتو كلغي وحوقشو كلغي تلسارتو كلغي مارت أتكبغضو كلغي أتكالمو ويديستو هدا دارنس إلهي أتكو دارتو مقرد إناد عبادة إلهي وقارياشو نوعية إذا كالدول ما توحيد الأسماء والصفات وما هي توحيد كما قاعده يتلمامها ما توحيد كلي يرد محيتها الاسماء مقعده لكل لو كلي يلي وصفات تلمامها هو وحويا توحيد الاسماء والصفات هو وحوي افراد الله الهي لو قاريلو بما له وحي اسغنادي او من الاسماء مقعيده سكمده والصفات يتلماميس توحيد الاسماء والصفات وحويا الهي لو قاريلو او لو كلي يلو مقعيديس يتلماميس ما فائدة التوحيد توحيد كفائدة سوامح مرك جواب فائدة وفائدة سوحوية هي يدو الأمن والنبط يأمن في الآخرة آخره أمان لهلو ومن العذاب عذاب كالقبد بادو المؤبد يأبد كأه عذاب أبدية يناد يعني عذاب كوارتو اياك قبد بادسة توحيدك عذاب إن تكوارت آخره توحيدك كابد بادني يقول هداية هنون وفي الدنيا الدون كمارة تلقو هنون يو التكفير إن لو دافع الذنوب الدنبياش قفكو مركو توحيدك أو قراء فائدة أو هلية وامحة فائدة أو هلية وحوية الأمن في الآخرة آخرة أيو بدبادية أماني النبط بو هلية ومحوك هلية
من العذاب المؤبد عذاب لقوة واريه يكبد بهذه يويا وقفك مسلم كا هدو يسقو اهل ايمان وتوحيد وكدنته ذنوب واوين وقلي وكبيرة وقلي نهار توا لقيني يا مركو هاري الدنوب تاسا إلهي وكسو شريا دن بيجي مركو لغا سوال دقوه شاندو كده بينيا قف كستو مؤمنة أو إيمان له حتى هدو نار قلو عذابك كما واريا ولغا سوال ساريا شاندو كده بينيا ضدك قار الإيمان وكبائري الدنوب واوين سميين إلهي وعود دافا يابا ويسكع فيني إلهي سبحانه وتعالى مركو مشيئة ذي إلهي بيكو حرنتهي لكن سي حتى هذا عذاب قالك وما واري عذابك عذاب الغوار وكبت بادية قفك إهل التوحيد كان الدون كان هنوم بهليا وطريق توصم بربك عبدية سبحانه وتعالى دن بيجي سنة الله نافية مركا فائدة سو التوحيد كله الدون كان كبت بادية سا وإلهي وحكابت بادية دي شرك يعني هلس يدن بحن يعني مارتي هلاقينا كل عضو أو بادية ودو مارتي إلهي بقى بتبادنية دونك آخرا على وحكا بتبادنية عذاب أتكوار تمركز وإلهي بقى هنونية مرد قفك توحيد كأس حيه وهنونسية وي دونك مركز تكون بتبادو وهنونك هذا شو إيمانك هذا شو آخرا إيمانك دونك الجوسي بقى آخرا كوب بتبادي سويا ما أعظم الذنوب الذنوب تمحاو قوي عند الله هلا أكتس ذنبك إلهي أكتي سوقوين وحويه الشرك بالله إلهي عبادة قدك للو ذات جيو ما الشرك بالله شرك قوامحي إلهي الله شرك سماي قوامحي الشرك بالله إلهي أوح للو ذات جيو وحويه هو يسوي حويه أن تجعلنا ديشو إحدى العبادات عبادات إنك متكمدة لغير الله اللي عدانا هنا ذلت ماد يعني الصلاة دي وعباده إلهي أذانا ندو تكتو وشرك وي قور عي حولان لقلية وعباده إلهي أذانا ندو حقش وشرك وي سجود وعباده إلهي أذانا ندو سجود وعباده وي مركع عبادة وحوي حلي أن شرك وحوي شرك وعبادة دي إلهي ويسكلها إن أدك لأقول لي حسو سجود يا صلاة هذا أدك لأقول لي حسو وشرك وي هذا صنك إذن إلهي أهين أو صنته شرك وي هذا تقورع حولها أقورع إذن الله أهين أدوحو قورع هذا شرك وي مركة ذنبك أقوين وشرك مركة ما أعظم الذنوب ذنبك أقوين وامح عند الله لا أكتس تعالى سري الشرك بالله إلهي عبادته حلال وذات شيء أيها وقوين ذنوبت إلهي محولية واعبد الله ولا تشركوا به شيئا والإلهي كل عابدة قدنا هلو ذات جننا شرك إسكيل علي مركة شرك قبال لنا كالرابة وحال لنا فرق والتوحيد أشرك بالله ما الشرك بالله إلهي أشرك الوصم يا وامح أشرك بالله إلهي الله شرك سمي هو يسوي حوي أنتج على إنا ديشو إحدى العبادات عبادوين كم متكمدة لغير الله لا عدنا هن كم قسما ما قيب سو ما قيب بطبو قيب سما للشرك الشرك كم قسما إمس قيب بطبو سكن هذي للشرك الشرك للشرك الشرك قسمان اللي واقي بطبو سكن هذي الشرك الأكبر شرك وين والدين تبى الله جب حيو يو الشرك الأصغر شرك ير ما الشرك الأكبر شرك جويني وامحي وما مثاله تساليس المحوية هو يسوى جواب تسوية وين الله سنتو غير الله إلهي عذا نهين بالله إلهي إن الله سنتو فيما شيء هو يسوى من خصائص الله إلهي وحي أبيه وخاص كليه شيء كم ذا هذا أذكر على الله سنتو ولو ذا جسو شرك وين كالدعاء سيدا بريدي وبغير الله إلهي عدنا هنا أتبردو يو الذبح جورعي ولغير الله اللي عدنا هنا ذو حق جورع ذو حق قش يعني الحين صوت البان رسول كان عليه الصلاة والسلام مركل لصوت دري ذاتك حقوقي وتوحيد ولله كل عابد ولله مقاعد سو قاريلا تلمامه قاريلا عبادة قاريلا
rabbinimada u gaar yeela abuurista iyo maamulka iyo taladaba u gaar yeela saas markii la amray ba rasuulku wuxuu dhihi jiray laa ilaaha illallah dhaha quuluu laa ilaaha illallah tuflixuu war laa ilaaha illallah dhaha waa liibaanaysaan markaasaa gaalada quraysheed way diideen maxay dhaheen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ilaahyadii badnaa mahal ilaahi baa kasoo reebtay maya waa caabudaynaa ba dhehen sanamkana waa caabudaynaa allahna waa caabudaynaa shirkigu waa taas marka sanamkina inaad wax u gowracdo ilaahina wax u gowracdo sanamkina inaad caabudo ilaahina aad caabudo taasaa shirki weyne marka shirkigu marka waxa weeye ilaahay cidaan ahayn inaad la sinto oo cibaadadii ilaahay u leexiso markaas marka baryada waxaa jirta mid qofka loo ogol yahay dadka walaalihiisa muslimiinta inuu weydiisto haddaad tidhahdo maanta qadada iga bixi kirada iga bixi waxaan iga bixi waa weydiisan kartaa taas shirki ma ah laakiin shirkiga waa maxay waa wax ilaahay gaar la yahay inaad cid kale weydiisato tusaalean qof baa xanuunsaday ilaw caafimaadisi waa inaad tidhaahdo haddaad cid kale caafimaadka ka raadiso tidhaho caafimaadisi shirki weeyaan qof baa awlaadii caruur raba ilaahu awlaadiisii caruur waa inaad tidhaahdo haddaad tidhahdo awliyada ilaahay baan baryayaa nebiyadaan baryayaa qabrigaan baryayaa awlaad buu sheekh hebel isiinayaa shirki weeyaan taasi waa shirki sababtoo ah sheekh dhintay ama awliyaha ahaado ama yuusan ahaanine xitaa hadduu nool yahay dhal ma bixin karo iyo awlaad ma bixin karo xitaa hadduu nool yahay caafimaad ma bixin karo xitaa hadduu nool yahay roob ma bixin karo ilaahay baa la gaara marka qofka bini aadamka ama ha noolaado ama ha dhintee roob lama weydiisan karo caafimaad lama weydiisan karo awlaad iyo caruur lama weydiisan karo janno lama weydiisan karo naar lagama magangeli karo waa kaas marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu qaar khaaska la yahay waxyaabaha uu gaarka la yahay oo khaaska la yahay waa in loo gaar yeelo weyn haddaad roob rabto ilaahay roobka weydiiso haddaad caafimaad rabto ilaahay weydiiso haddaad janno rabto ilaahay weydiiso haddaad naar ka baqayso naarta ilaahay ka magangal haddaad awlaad iyo caruur rabto ilaahay weydiiso waa kaas waxyaabaha uu ilaahay gaarka la yahay waa inaad u gaar yeesho shirkiga maxaa ka mid a marka wadabxa ligayri illah ilaahay cidaan ahayn oo wax loo qalo xoolaha loo gowraco rasuulkuna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha naclado naxariista ha ka fogeeyo qofkii wax u qala ilaahay cidaan ahayn marka ma shirkul akbar shirkiga weyn waa maxay wamaa mithaaluhu tusaalihiisuna waa maxay huwa isagu waxa weeye shirkiga weyn taswiyatu inaad la sinto gayri illahi ilaahay cidaan ahayn inaad la sinto billaahi alle aad la sinto fii maa shaygii huwa isagu min khasaa'is illaahi waxyaabaha ilaahay khaaska uu la yahay inaad cid kale la sinto ka ducaa'i sida baryadii ducadu waa barya waa cibaado laakiin dee dadka walaalaha muslimiinta wixii ay awoodaan qof nool oo muslima shayga uu ku awoodo waa weydiisan kartaa $100 isi waxaanan kaa rabaa shaati iga bixi khamiis iga bixi haddii dan ay kugu kalifto wuxuu awoodo walaalka oo weydiisan karta laakiin wax ilaahay khaas la yahay ama roob ha noqoto ama awlaad ha noqoto ama caafimaad ha noqoto wixi ilaahay gaar la yahay qof bini aadan lama weydiisanayo ilaahay baa weydiisanaysa marka ka ducaai sida baryadii oo bikayri illaahi ilaahay cidaan ahayn inaad barido iyo wadabxa gowraci oo lakayri illaahi ilaahay cidaan ahayn inaad wax u gowracdo taasaa shirkiga marka waana shirki weyn oo qofku diintii marka uga baxay ma shirkul asqaru shirkiga yari waa maxay wamaa mithaaluhu tusaalihiisuna muxuu yahay huwa maa huwa isaga shirkiga yari maa shaygii weeye oo warada kusoo arooray filkitaabi kitaabka qur-aanka ayaa lagu sheegay oo kusoo arooray wa sunnati axaadiistana waa lagu sheegay biannahu isagu shirkun inuu yahay shirki walam yasil laakiin ma gaadhin ilaa xaddi shirki alakbari xadkii shirkiga weyn muusan gaadhin mitla tusaale ahaan alxalifu dhaartii oo bikayri illahi ilaahay cidaan ahayn in lagu dhaarto shirki weeyaan wa qowli hadalka lowla allaahu alle haddaanu jirin wa fulaanun hebelle haddaanu jirin ilaahay hebel haddaanu jirin maanta waxaasaa ugu dhici lahaa taasi waa shirki laakiin waa shirki yar weeyaan iyo qofku inuu ilaahay cidaan ahayn ku dhaartana waa shirki laakiin waa shirki yar weeyan marka maxaa laga rabaa qofka muslimka shirkiga yarna inuu ka fogaado shirkiga weynna inuu ka fogaado tana qofa waxa odhanaya haddaad doonto ilaahayna doono sidaasaa ii noqonaysa maya
هدي إلهي دونه ثم ما استعماله مركا كبعدين أديك أساس إيسا ميس واك أساس الله لكن إلهي أذكر اسكم الله ما نسي سلام مركا أنا وأنا أتسكيل على سو إلهي إذا هنا تقول دارته كحلو بانية قفكو مسلمك إنه اسكيل عليه شركة غير إيه شركة وينب شركة وحكى له كم ذا استوصني ماذا أيه كم ذا قفك مركو صلاة كان يين وضدك استوص شركة الخفية بالله وشركة قرصان مركو صلاة كان يسوي إله درتي وتكو هذا صوم يسوي إله درتي وصان ما قرد استوصني ماذا اسكيل علي اسم غشين تاسكيل علي سمع عدنا تذكر هذا اسكيل علي وبعد ذلك أتربي عبودي سي أتكل وحبها كقرة سنوي صلاة تكنس إلهي درتي وتكو صون كات صومن تا إلهي درتي وصون بريض إلهي مارت درتي وبري ومارت إلهي عبادة يسو إلا بريضه وعباده بريض إلهي ككبرين دعاده ككبرين الدعاء هو العبادة من رسولك عليه الصلاة والسلام دعاه يدا عبادة هذه تكلمنا مخ العبادة وروح العبادة لماذا محيو أرسل الله ألا وصدر الرسول الرسول جواب أرسل الله ألا وصدر رسول ورسول شيسة للدعوة إن يددك أقوية لان في عبادتي عبادتي سا يو النفي إن الريبان الشرك شرك به ألا إلا شرك سمي يعني الرسول مهمة الله صدر والتوحيد وددك إن عبادت ربي أقوية لان شرك جان أيك الريبان ما نتيجة كده لنسى محيطها الشرك الأكبر شرك قوين نتيجة دي سوامح نتيجته نتيجة دي سوحوية الدخول إنه قفكو قلو في النار نار إنه كو قلو يوال إقامته إنه كن نجاذو وكواره فيها نارتي يعني قفك هدو سوى نول شرك السمايو وكالتوبات كانوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي الذنوب تولوا دافا هدي إنت أدنوش هاي شرك إنت أدكول لعوات كالتوبات كانتو إلهي وكو دافا يا وأتوحيد نقول لما التوب المركة إنه شرك متهد لكن شرك كم حالك هذا قفك شرك مسمية شرك جبو كردن تي قفك شرك جاسمية وكردن تا كان هذا حرام بكتهاي سيد الله القرآن كان أبو شيء سبحانه وتعالى كان هذا حرام بكتهاي نار بونا جليه نار تولب وقوة رياوية خالدين فيها أبدا لكن ذنوب تأ شرك جاهين ذنوب تواوينه مثل أموزين يستي وحبو حضي سواء كنت توبت كان مساس كل انت ماشي هذا إلهي كحر انت هذا كو دون دي إلهي وعذاب يا عذاب كالك قصو تشري الدنبي كو دون على ولا فكرة وغفور رحيم لكن شركة قدر المرك رسول شمرك وحي الله صوت دي ريوا يعني ضدك التوحيد كفران يا إلهي كلين لعابده شركة انا لقفو قابل نتيجة شركة قوامح مركة كده لنس الدخول في النار نار إن لقو قلو يولي قامة فيها نارتين لقول نجادو ما فائدة التوحيد توحيد كفائدة سوامح فائدته فائدة سحوة هي يدو الأمن وبتبادو آخرية الدون بدأت بتبادو الدون كان بعضي إيو شركة حمانة تكبت بادو الأمن وبتبادو وفي الآخرة آخرنا أتبت بادو من العذاب عذاب أكبت بادو المؤبدي الله جواريو يولي هداية هنون وفي الدنيا الدون كقفك إليه وهنونيو يو تكفير إلا ضافو الذنوب الدنبية ذا إن شاء الله تعالى درسي جن الكاسوين وجوهية